بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر إذاعة طيبة FM 103. أيها الإخوة والأخوات، نسعد كثيرا بمشاركتكم ومهاتفتكم واتصالكم وتواصلكم وأسئلتكم على أرقام التواصل التي تظهر إن شاء الله تعالى على الشاشة. الإخوة والأخوات الذين يتابعون سماعا عبر الأثير الإذاعي، نذكرهم بأرقام التواصل 0183 40 77 77، أو 0183 43 87 99. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا أختي الكريمة، تفضلي يا أختي. أهلا وسهلا، مرحبا بك والله. السؤال الأول، تفسير الآية إذا الشمس كورت. أيوة. السؤال الثاني يا مولانا، هل الملائكة تصلي على المتسحرين في صيام النوافل ولا باستثناء الفريضة؟ طيب، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أهلا وسهلا. عنده 5 أسئلة. إيش إن شاء ربنا ييسر. أمين. السؤال الأول، أول حاجة بسأل من الآية بتقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. أيوة. سورة المائدة. السؤال الثاني، بسأل من علاقة سيدنا يوسف بالغميص. المرة الأولى شهد عليه، والمرة الثانية شهد عليه، والمرة الثالثة رد البصر لأبيه. عايزة أعرف العلاقة مع علاقة سيدنا يوسف بالغميص. والسؤال الثالث، عندنا اثناء الابيار حقت الحمامات اللي من تقدم بتدفنوها، بتتملي بتدفنوها. يلا بزرعوا بدلها في محلنا، بزرعوا اشجار يمكن تطلع شجرة ليمون، شجرة مانجا بالشكل ده. لكن هي اصلا قديمة، يعني بيرة كانت بيرة السايف ولا كانت قديمة؟ ايوه. يعني عايز اعرف يعني الأكل من ثمار الشجرة دي بعد ما تشرب بيكون شربة موية الصرف الصحي. طيب، واضح؟ أيوة. طيب، داير أسأل من تاني سؤال، يعني لما بكون دايرة صوم رمضان كله، يعني بكون كسلانة من القضاء، بكون كسلانة من القضاء، دايرة يعني أعمل منع عشان ما أقدر أصوم رمضان كله. أيوة. طيب يا أختي، أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدم أحمد حمد، السلام عليكم شيخ. مرحب. آدم ولا أحمد؟ أحمد إسماعيل إبراهيم. مرحب والله. يا والله طبعا عندي سؤال. طبعا التلفزيون طبعا في البيت، طبعا عندنا ناس البيت بيشغلوا الأغاني، طبعا زي ألوان وكذا يتحرك، تكلم لهم عنها طبعا. أيوة. إن شاء الله. شكرا يا أخي. الله يجزي خير يا أخي. الله يحييك يا اخي. مرحبا يا شيخ ادم. يديك العافيه يا شيخ، مساء الخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحمد لله. اهلا وسهلا. عندنا جامع بنوه في الحي، الحي قريب للسوق. ايوه. وعملوا خلاف في الجامع ده، في ناس بيجوا قالوا الامام يكون برا من الحي يجي يصلي بهم ويمشي، وناس الحي رفضوا الكلام ده. قالوا الامام يكون من عندنا هنا، انت ما جاي من بعيد وكده وهناك. بتناقشوا في الحته دي وقفل الجامع. الامام بيجي من سفر يعني ولا بيجي من حله ثانيه؟ لا، من حي ثاني بيجي. من حي ثاني في نفس البلد يعني؟ في نفس المبيض يعني. ايوه. قاموا اختلفوا في الحته دي وقفل الجامع. ايوه. الجامع ده في مقفول عنده 3 ولا 4 ولا 5 شهور. الجامع ده مقفول، ما قدرنا نعرف الحل شنو، الحاصل شنو. لا حول ولا قوه الا بالله. مقفول ناس في الجامع ده، مهجور مما بنوه ونايم مقفول، ما قدرنا نسالمونه ونايم. مشينا للشرطه، ونا الشرطه جو هم ذاته وقالوا يا اخي احنا بنحل الاشكاليه دي، ما حلول الجامع ده انه 3 ولا 4 شهور مقفول.
قرر تفتي لنا في الحته دي نشوف المساله دي. الله المستعان. يعني شكرا. الحاجه الثانيه، ايوه السؤال الثاني، عندنا زول مسبوق وفي زول واحد ثاني جاء ما عارف انه زول ده مسبوق، كبر طوالي ده وانا صلى معاه، داك سلم وده قام شنو كمل باقي صلاته، هل صلاته دي صحيحه؟ طيب شكرا شكرا. عليكم السلام شيخ عوض. عليكم السلام دكتور محمد الامير، يعطيك العافيه. الله يحييك يا اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه بارك الله فيك. انا سؤالين يا اتفضل يا اخي. يا شيخ في الحراميه اللي بيسرقوا مثلا، يعني في حراميه مشهورين بالسرقه وبقتلوا عليك كده، الناس اللي بتوصفوا لهم بعد ما لو قبضت من القاضي اللي بتوصفوا لهم عشان يعفوه حكمه شنو؟ هاي يتوسط عشان يعفو الحراميه؟ عشان يعرفون يعني مشهورين بالسرقه وقتلوا عزيز كدي وقتلوا عزيز كدي الناس بتوصفوا قتلوا عزيز قتلوا هاي قتلوا عزيز كدي قتلوا يعني مشهورين بالشغل يعني وما قتلوهم؟ والله الحمد لله في قتلوهم قريش قتلوا اربعه الحمد لله. طيب توسطوا لهم كيف هم قتلوهم؟ والله في ناس بتوسطوا يعني عشان الناس يعرفوهم وين وسيء عشان يعرفوا الناس دول. الله المستعان الله المستعان. والسؤال الثاني الله يعطيك العافيه يا شيخ، مثلا زول لو دين زول قروش، انا دينت زول قروش، زول طبعا كريم ده كل حاجه وما شهدت زول ولا وريت زول، في اي اسم؟ ايوه عادي في اي اسم؟ ايوه الله يعطيك العافيه. الله يعطيك شكرا يا اخي الكريم، بارك الله فيك. الله يعطيك العافيه. الله يبارك. مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه. اهلا وسهلا يا شيخ محمد. تحية لك يا شيخ الدكتور محمد اللمين اسماعيل. الله يحييك اهلا وسهلا يا اخي. عندي بعض الاسئله. يلا اتفضل. مرحبا بك يا اخي. دارس اسال عن الحديث بتاع بعثت انا والساعه هاتين. صحيح. دارس عن الحديث ده. يعني شرح ولا شنو يعني؟ ها؟ الشرح يعني؟ يعني هل ان الرسول اللي بعث في اخر الزمان ما المقصود بالحديث ده؟ ايوه. وتاني برضو انا مره ادركت صلاه الظهر ركعه واحد، دارس عن الثلاث ركعات الباقي التشهد بيكون في النص الثلاث ركعات ولا يكون نهايه الثلاث ركعات؟ ايوه كيف يعني التم كيف؟ لا يعني انا ادركت الركعه الاخيره لصلاه الظهر. واضح اي. الثلاث ركعات المتبقي التشهد بيكون في نهاية الثلاث ركعات ولا بين الركعتين؟ ايوه الثاني والثاني. واضح. وبسأل برضو عن سجود السهو في تشهد. ايوه جزاك الله عنا كل خير ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا شو معتز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا احمد الامير اسماعيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أكرمك الله ونفعنا الله بك وبك العباد إن شاء الله. الله يعافيك. ثلاث أسئلة إن شاء الله يا مولانا. اتفضل يا أخي مرحبا بك والله. السؤال الأول، زول بيصلي في نافلة، دخل معاه زول بنية الفرض، ما حكم الصلاة؟ أيوه. السؤال الثاني يا مولانا، ما هن يأجوج ومأجوج؟ أيوه. السؤال الثالث يا مولانا والاخير، هو بالنسبه لرجب، في ناس بيخصصوا رجب ده بصوم معين، هل في صوم في رجب؟ يعني ال 27 دي خصص بصوم معين يعني؟ وتوضح ان شاء الله للناس في شهر هذا الرجب، يعني بعض انا اقول لك في ربنا حدد الايام البيض، لكن ما حدد خصص هل يوم معين لصيام في رجب معين؟ ايوه. وبارك الله فيك وجزاك الله خير ان شاء الله. الله يحييك يا اخي. الله يكرمك بارك الله. مرحبا والله. عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام. يا مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك. يا مرحبا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. يا مرحبا. السلام عليكم. بزعل من يا شيخنا. اهلا وسهلا يا عم. في شركة. أيوة. شركة عالمية. أيوة معلش أخوتنا لو قفلت التلفزيون أو الراديو. أيها شيخنا. أيوة في شركة عالمية. أيوة.
بتدي زول بتجيب زول تاك بتقدر تشتغل معاه بتطلع تشتري منتج منه اوكي؟ اللي هو التسويق الهرمي او الشبكي ده؟ ايوه. هاي يلا انا داير اخش فيها وخايفه من فيها امه والحي ده. لا لا ما تخشي فيها. شكرا يا اختي. شكرا جزيلا. يا طارق عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بك والله، اهلا وسهلا يا اخي. الله يديك العافية. الله يحييك، اهلا وسهلا. بدي نسأل عن الرجل المتزوج بامرأة مسيحية. ايوه. والمرأة يعني اتوفت والجنين في بطنها وعمره شهور يعني. فهل تدفن في مغابر المسلمين ام المسيحيين؟ طيب. وعندنا سؤال ثاني، قول الله تعالى في سورة عن قصة سيدنا موسى، فاضرب بعصاك البحر فانفلق كل فرق كان كالطود العظيم. ماذا عن تفسير الآية دي يعني عن قصة سيدنا موسى؟ يا حبذا ما قدمتنا شوية عن الشيخ محمد الأمين. طيب شكرا. حسب الرسول عليكم السلام. يا مرحب بك والله، اهلا وسهلا يا اخي، تفضل. مرحبا يا اخي الكريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. محمد من الدامة. مرحب بك، اهلا وسهلا شيخ محمد. جزاك الله خير يا سلام. الله يحييك، اهلا وسهلا يا اخي. اطم اجرك الله. بارك الله فيك، تفضل يا اخي الكريم. مرحب بك. بارك الله، نحبك في الله والله. عندنا سؤال يعني بس. الله يحييك، اهلا وسهلا شيخ محمد يا اخي. الله يا اخي نحبك في الله والله. نحبك الله وبارك الله فيك يا اخي، اهلا وسهلا، تفضل. والله يعني سؤالنا يعني الكفاره. الكفاره مثلا زرع الكفاره ودار يعني الرسام حيكون كيفيته وغدره يعني كم يعني. كفاره شنو يا شيخ محمد؟ كفاره اليمين. كفاره اليمين. ايوه. اي محمد التامر. ايوه لا واضح سؤالك. شكرا جزيلا يا شيخ محمد. شكرا ايها الاخوه والاخوات، اخذنا قدر من الاسئله، نستعين بالله تعالى في الاجابه عليها بعد هذا الفاصل ان شاء الله تعالى باذن الله. ابقوا معنا، بارك الله فيكم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونستمد العون من الله عز وجل بحول الله وقوته وعوني وتوفيقي في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالأخت الكريمة أختنا أمة الله، تسأل عن قول ربنا عز وجل: إذا الشمس كورت، وإذا الشمس كورت قيل ذهب ضوءها، وقيل لفت وتكور كما تكور عمامة، ثم يلقى بها يوم القيامة، وذلك من هول ذلك اليوم. فكما أن النجوم تتناثر وتتساقط، فكذلك الشمس يذهب ضوءها أو تلف وترمى من هول ذلك اليوم، يعني كتساقط النجوم وكذا، لكن الشمس أعظم جرما فتلف ثم يلقى بها، والله تعالى أعلم. هل تصلي الملائكة على المتسحرين في صلاة النافلة؟ نعم إن شاء الله تعالى، فضل الله واسع، فالسحور بركة سواء كان في الفريضة أو كان في النافلة، ويغفر الله للمتسحرين في الفريضة والنافلة، والملائكة تصلي على المتسحرين في الفريضة والنافلة إن شاء الله تعالى، فضل الله واسع. أختنا الزهراء من شندي تسأل عن قول ربنا سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذا افتراء الكذب من المشركين، وكما بيّن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي لعنه الله تعالى، رآه في جهنم يدور بأقتابه في النار والعياذ بالله تعالى. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من وصل الوصيلة، وأول من ما جعل السائبة، أول من بحر البحيرة وجعل السائبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أشياء جعلها المشركون في الجاهلية، ومعنى البحيرة
هي التي كانوا يمنعون در لبنها ويجعلونها للطواغيت، فالناقة فيها اللبن ولكن لا يحلبونها، ويقول هذه جعلناها بحيرة لطواغيتهم، وهي لا تصل أصلا إلى الطواغيت ولا يحلب أحد، وتتأذى الناقة بذلك، ويتأذى كذلك الناس بمنعهم لهذا الأمر، ويجعلون هذا افتراء على الله بأن الله أمرهم بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. والسائبة هي التي لا يحمل عليها، يعني إذا كان ناقة أو بعير، لكن أكثر فيها في الناقة، فلا يحملون عليها، ويقول هذه جعلناها سائبة لطواغيتهم، فلا يحرمون أن يحمل عليها شيء أو أن يركب عليها أحد. والوصيلة هي الناقة البكر التي تلد أول مولود، فإذا ثنت الثاني بعد ذلك يتركونها، ويقول هذه أيضا للآلهة. والحام هو الفحل، إذا لقح حوالي 4 أو 5 مرات بعد ذلك يحرمونه عليهم، فجعلوا هذا كل افتراء كذب على الله سبحانه وتعالى، وأمرهم الشيطان هم بذلك، وجعلوا هذا من الله عز وجل، ولذلك قال الذكرين حرم أم الأنثيين. نسأل الله العافية والسلامة، يعني سبحان الله، انظر إلى الإنسان كيف يصل به الجهل عندما يفعل مثل هذه الأشياء، عندما يقع في الشرك بالله تعالى. بالنسبة لقميص يوسف عليه الصلاة والسلام، أولا نقول كلمة القميص في القرآن الكريم ما وردت أبدا إلا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فالقميص الأول هذا لما كان طفلا صغيرا، لذلك هذا القميص يختلف عن القميص الآخر وعن القميص الثالث، كل قميص على حدة. فبعض الناس يقول هو قميص واحد، خطأ، خطأ كبير جدا يعني، لأن القميص الأول جاء على قميص بدم كذب، خلاص القميص فارق يوسف، ويوسف عليه السلام فارق القميص، وجاءوا به إلى أبيهم بدم كذب، يعني ذبحوا جديا ولطخوا القميص بدمه وقالوا أكله الذئب. ورد في بعض الآثار أن يعقوب قال عجبت لذئب يأكل الغلام ولا يمزق القميص، وبعضهم قرأ جاءوا على قميصه بدم كذب، والكذب هو الدم الطري اللين، يعني ظهر فيه تجلط الدم يعني وتجمد الدم، فهذا الكذب، وهي قراءات يفسر بعضها البعض. وبعضهم قرأها جاءوا على قميصه بدم كذب، والكذب هو الجدي، الكذب الجدي، جاءوا على قميصه بدم كذب يعني ذبحوا جديا ولطخوا به القميص، وهذا قميص الجفاء. والقميص الثاني قميص البراءة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقته هو من الكاذبين، هذا يعني استدل بالقرائن، إذا كان القميص مقدود من قدام معنى هذه المرأة صادقة، لأن يظهر من هذا أن يوسف عليه السلام تهجم عليها وهي دفعته، فلما دفعته تمزق القميص من وأصلا لما جاء الشاهد والعزيز قال له أنا في حيرة لأني وجدتهما عند الباب، وهي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه أو عذاب أليم، وهو يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي وأنا لا أعرف من هو الصادق ومن الكاذب، فقال هل هناك من معطيات، هل هناك من أشياء تدفع لهذه القصة والجريمة والحادثة، قال نعم وجدنا القميص مقدود في قد، فقال له خلاص، الشاهد ما رأى القميص، والشاهد هو رجل حكيم ليس غلاما تكلم في المهد، وإلا كان كلامه في المهد كافيا، فهذا الرجل الحكيم قال هو ما رأى القميص، قال إذا كان هذا القميص قد من قبل من الأمام، هو يبحث عن براءة المرأة أولا لأنها من أهلي، وثانيا ليرضي العزيز طبعا، ولأن يوسف عليه السلام ما عنده قيمة عندهم بحيث يعتبرونه مملوكا يعني، فبحث عن براءتها في المقام الأول، قال إن كان قميصه مقدود من قدام هي صادقة وهو كاذب، لأنه معناه هو هجم عليها وهي دفعته عنها، فلما دفعته تمزق القميص، وإن كان قميصه قد من دبر فهي هو كاذب، هو صادق وهي كاذبة، لأنه معناها هو هرب منها وهي تلاحقه، لأنها هي التي راودته فحاولت تمسك به فانقد القميص من الخلف. بعد ذاك فلما رأى قميصه قد من دبر رأى، قالوا الشاهد، ورأى مع العزيز، لأن العزيز أصلا هو رأى القميص قد، ولذلك قال للشاهد عندنا هذه الحيثيات. طبعا الشاهد موقفه أصبح حرج، فلذلك لا بد أن يشرح بتفصيل،
فلذلك قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قالوا ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أترك هذا الأمر. بعضهم قرأ يوسف أعرض عن هذا، يعني الشاهد يريد أن يشرح ويبرر موقفه، فقال للعزيز: القميص قد من قبل، لأن يوسف أعرض عن هذا، فهي جذبته جذبة قوية. والله تعالى أعلم. هذا القميص الثاني. القميص الثالث يختلف عن هذا وهذا، وهو في قميص الشفاء، لما قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. يعني لاحظ سبحان الله، هو قال لهم ائتوني بأهلكم أجمعين، ولكن ما ممكن يقول ائتوني بأبي، لا، من باب الأدب والاحترام والتوقير والتجليل والتبجيل لأبيه، من باب البر. فلذلك قال ألقوا على وجه أبي، ما قال يرتد بصيرا، يعني أصل الكلام أتوا على وجه أبي يرتد بصيرا أو يرجع إليه بصره، لكن قال يأتي، يعني ما تأتوني به، لا، أبي يأتي، لا يؤتى به، أبي يأتي مكرما معززا، يأتي بصيرا. والله تعالى أعلم. طيب، تسأل الأخت الكريم عن دفن بعض الآبار، قد تكون دورات مياه ونحو ذلك، ما في حرج إن شاء الله تعالى، يعني أصلا ما في جلالة من النبات وإنما تكون من الحيوان، لكن من النبات ما في حرج، فالله تعالى أعلم. طيب، استعمال النساء للمانع بالنسبة للصيام، الفتوى على جواز ذلك الحقيقة بعد مدارسات طويلة من كبار العلماء بالمملكة السعودية ومؤتمرات في هذا الأمر، كانت النتيجة لا مانع من استعمال مانع الحيض، مانع نزول دم الحيض بالنسبة للمرأة الحاجة أو بالنسبة للمرأة الصائمة، وفي حق الحاجة قالوا آكد، لأن الحاجة قد يمنع الدم ويمنع الحيض من اللحاق بالفوج، وبعد ذاك السلطات ما بتسمح لها بالتأخير، لأنه يعني عندها حجز ذهاب حجز إياب محدد، ما بيقبل المجاوزة، ما بيقبل التقديم والتأخير، والطواف مرتبط بالطهارة عند جماهير الفقهاء، ودي مسائل تفصيلية تانية لما نجي إن شاء الله تعالى في موضعها. فإذا استعملت المرأة، لكن قالوا بشرط، ما هو الشرط؟ قالوا أن يكون بإشراف طبيب، يعني طبيب يعرض عليه هذا، وبعضهم ذكر من الشروط قالوا أنها تكون متزوجة، وذكروا قالوا أحيانا غير المتزوجة، الفتاة البكر إذا استعملت مثل هذه الموانع ربما يؤدي إلى العقم، نسأل الله العافية والله أعلم. المهم يعني ما يكون فيه ضرر إن شاء الله تعالى، ولأنه الطبيب يدرس الحالة، لأنه أحيانا بدل ما يمنع الدم يزيد المدة بتاعة نزول الدم. وبعد ذلك أدخلوا المرأة في حال الصيام، بيقولوا في حال الصيام الأولى إنها تكون على الوضع الطبيعي، يعني جاء حيضتها وكذا، لكن قالت أنا والله بعد ذاك القضاء صعب علي، ويمكن أتجهجه فيه، وأنا أحسن لي أصوم الآن وكذا، فعندها الحق في ذلك، لكن تأمن الضرر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وهنا برضو نحن نذكر، نسأل الله أن يبلغنا رمضان والناس اللي عليهم قضاء من رمضان يبادروا ويسارعوا بالصيام إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد إسماعيل إبراهيم من الأبيض يسأل ويستنكر الحقيقة عن تشغيل الأغاني في البيوت، والله يأخذ أشياء يعني نسأل الله العافية تمحق البركة وتجلب وتجذب الشياطين، فما في داعي يعني نجعل بيوتنا مرتع للشياطين، نشغل فيها القرآن الكريم والأذكار ونقرأ فيها سورة البقرة، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الأخ آدم من الأبيض يسأل عن مسجد عندهم في الحي قريب من السوق، والمسجد مغلق له 4 شهور بسبب انه الامام بيجي من حي اخر، ناس قالوا ما يصح. لا، اول حاجة قصة انه الامام بيجي من حي اخر ما صح الصلاة، ده كلام باطل، من الذي قال بذلك؟ معلش، في نقاش يعني ممكن يكون نقاش معتمد، وسع من قبلنا يسعنا نحن، اذا كان الامام يسافر مسافة القصر وغير مقيم، قالوا لا يصح ان يكون اماما في الجمعة وليس في الأوقات الخمسة، في الجمعة، ده مذهب المالكية، بيشترطوا إقامة الإمام، وقافكم بعض الحنفية وكثير من الحنفية، لقاء الإمام يكون مقيم، إلا أن يكون ذا سلطان، إلا السلطان
ده قالوا ممكن يصلي في اي بلد من بلاد المسلمين تحت سلطانه يكون امام، والكلام ده في الجمعة، في الجمعة وليس في الاوقات. بل في الاوقات السادة المالكية بيقولوا امامة المسافر اولى، يعني المسافر عشان يستفيد من القصر يكون طبق سنة القصر وسنة الجماعة، اخير يكون هو ذات الامام. يلا النقاش ده وين ده في المسافر، لكن واحد جاء من الحلة الثانية ده ما خاش معنا في هذا النقاش. والذي يظهر انه الشغلانية وراء كلام ثاني كثير، يعني ما قصة امام جاء من حي ثاني، ولكن اغلاق المسجد يأثم به جميع اهل الحي. يعني سبحان الله يا اخواننا، حتى الناس اللي بيقولوا انه صلاة الجماعة ما واجبة، يعني لو اخذنا مذهب السادة المالكية رحمهم الله بيقولوا الجماعة من اكد السنن، سنة مؤكدة من اكد السنن، لكن ما بوصلها الوجوب. طيب نحن كده نقف في المسألة دي هنا في الحد، يعني ما داير نناقشها. لكن بيقولوا اذا تعطل المسجد عن الصلاة اثم اهل الحي جميعا، يا اخي دي مشكلة كبيرة. طيب ده اذا تعطل ساي الناس انشغلوا بجاي ولا بجاي ولا الناس ما جو، ده قالوا يأثم أهل الحي. إذا كان الحكاية مقصودة قفلوا 4 شهور يا أخي مسجد بيت الله يعطل يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فده خطأ كبير، ونحن نستغل هذا المنبر ونوجه الخطاب للمسؤولين، نوجه الخطاب للمسؤولين في شمال كردفان. شوفوا الحكاية دي، سيادة الوالي ويا ناس المعتمديات في كردفان وناس الدعوة وناس الإرشاد، شوفوا المسألة دي كبيرة دي، والله تجيب لكم الفقر، والله تقفلوا بيت الله كده مشكلة كبيرة جدا. فحلوا المسألة دي بأقرب فرصة إن شاء الله تعالى، ونبدأ بناس الحي بالتي أحسن. وبعدين يا أخي إذا كان الإمام داك ما داير إنه اللي يشوفه إمام تاني هو بس بقى على داك، يعني حكاية يبدو إنه فيها شيء من المعاندة، داك قالوا ما داير إنه، وقصة تيجي من حي ثاني وما حي ثاني، ده كلام ساي تغليف ساي أظن الله أعلم. اللي يشوفه إمام ثاني، هل عقمت الحلة دي إنه يكون فيها إمام؟ يتراضى عليه الناس فيشوفوا إمام ثاني وما تقفلوا المسجد، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. طيب يسأل الأخ هل يمكن الائتمام بالمسبوق؟ الائتمام بالمسبوق يجوز، لكن لا يجوز عند الحنفية والمالكية، فبيشترطوا في الإمام لا يكون مأموما، وبالتالي قالوا لا يكون مسبوقا. فعلى كل حال نحن ما نصلي وراء المسبوق إلا إذا احتجنا. كيف يعني؟ ما هو مع احترام القول، يعني لو قلنا يجوز طيب على الذي يترجع عند الله أعلم، لكن الإمام أو المأموم أو المسبوق نحن عشان نمرق من الخلاف، إذا نحن نفرين بس أخير لنا ننشئ جماعة ثانية، هاي فيها نقاش، لكن اهون من ده. احنا جينا نفرين متاخرين اثنين، ان نعمل لنا جماعه برانا بدل ما ناتم بمسبوق وندخل نفسنا في مناقشات فقهيه. طيب اذا ما لقينا، انا جيت براي وما في اي انسان ولا حاري واحد يجي وراي، ولقيت لي واحد مسبوق وظننت انه الله يفقه تصرفي، وقفت اتخذت اماما، فالصلاه ان شاء الله تكون صحيحه، والله اعلم. طيب طيب تاني عندنا من الأسئلة الأخ عوض الكريم من الروسيرس، قال الحرامية بيسرقوا وبيقتلوا عديل كده قال، وقال بعد ما يمسكوهم يجوا الأجاويد يخشوا، ديل الأجاويد ديل الأشرار يا أخي. يعني سبحان الله، شوف السرقة دي وقت وصلت الحاكم ده قطع يد إذا بقى فيها نصاب، ولا بعد ذاك ما فيها نصاب ما يراه الحاكم مناسبا. يعني انا اديك حادثة حدثت ايام رسول الله عليه الصلاة والسلام. سعد بن ابو وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه كان في المسجد وكان راقد ومتوسدا قميصا له برد، عنده برد سمحة كده طبق عمله زي الوسادة ورقد في المسجد. تعرف جو واحد حفر شال الوسادة يحذف فيها بيجاي اللي هو القميص حقه ده ويدخل حاجة بيجاي. وسعد بن أبو وقاص، سعد بن أبو وقاص قائد الجيوش الإسلامية، ده داير يلعب عليه يعني، يعني هو زول فتح الفتوحات الإسلامية دي كلها، ده داير يلعب عليه في مخدة يشيله منه. فالمهم بعد ما خلاص لقاه مسكه مسكه زعلان جدا طبعا، لأنه يعني أول حاجة انتهك حرمة
حرمة المسجد أخدم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وده زول نايم وتجي بكل عملية سيئة زي دي تسحبه منه. قال له والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقوا قبضوا مشي ودوا للنبي عليه الصلاة والسلام ودوا للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص دي قضية بعد بقت نادى الناس اللي بيشتغلوا في الأقمشة وفي الملابس قيموا القميص ده بكم. قيموا القميص لقوه بأكثر من ربع دينار. النصاب اللي فيه قطع اليد ربع دينار. القميص أكثر من ربع دينار أي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يده. سعد بن أبي وقاص اتخلع جدا. يعني هو طبعا ما متخيل الشغلانية بتصل لحد قطع اليد. يعني الزول ده بس يمسكوه يأدبوه ولا يزجروه ولا النبي عليه الصلاة والسلام يوبخه ولا يذكروا بالله يقول له يا اخي اتقي الله انت جاي بيت الله ولا جاي تشيل هدوم الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بقطع يده. فسعد بن وقاص قال لي يا رسول الله في قميص ياخذ قميص يا خليته ليه وما داير انا ذا اللي يشيله هديه ولا يقطع يد ولا داير القميص ذاته خل. فقال عليه الصلاه والسلام هلا كان قبل ان تاتيني هلا كان. الكلام ده كان قبال ما جيت جبت وجيت خلاص بعد ده حكم الله. ففي حدود حقت ربنا دي ما بينفع فيها واسطه وجاويد وتشفع في حد من حدود الله. فالمساله صعبه فدي مساله خطيره. لكن انا بس الشيء ما واقع لي يا شيخ عوض الكريم انه قلت لي هم بيسرقوا ويقتلوا عديل يقتلوا عديل وتجي الاجاويد يفكوهم. يا اخي اقتلوا عديل قلت لي المره فاتت قتلوا اربعه. طيب قتلوا اربعه فكوا الباقيين ولا هم كم ذاتهم اللي بيسرقوا ويقتلوا ديل؟ ف على كل حال دي الإجابة والله أعلم. طيب قال إذا كان إنسان يدين قروش من شخص وما أشهد ولا إشهاد على الديون ما من الواجبات والله تعالى أعلم لعموم قول الله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وإذا كانت البيوع كبيرة الأولى فيها الإشهاد. وإن كان ورد في بعض الحديث من الذين لا يستجيب الله دعاهم إنسان قرض دينا ولم يشهد عليه ذاك كله. فهنا يعني يقوم يدعو عليه لا انت قصرت قبيل انت ما كان تجيب لك شهود. دي خاصة في الأشياء الكبيرة والعلم عند الله تعالى. أخونا محمد عثمان من الشمالية من كريمة يسأل عن قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين يعني قريبين جدا من بعض والقرب كهاتين كما قال النووي رحمه الله إما ما بين هذا وهذا. شوف ده أقل من ده شوية المسافة دي أو بين هذا وهذا بين الأصبعين كهاتين. والنبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة والأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا لما يكلموا قومهم وأهلهم عن الساعة بيوروهم إنه من علامات الساعة مبعث النبي محمد صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى سائر النبيين والمرسلين. بيقولوا لهم من علامات الساعة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة. وعشان ربنا يبين لنا أنها قريبة يا أخي من زمن موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بيننا وبينه كم؟ آلاف آلاف آلاف. لأنه بيقولوا والله أعلم ما بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام أكثر من ألف عام. الله أعلم الله أعلم. الله قال لي موسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب السؤال يسأل عن قال إذا كان الإنسان أدرك ركعة واحدة من صلاة الظهر هل التشهد يكون بعد الثلاث ركعات؟ لا ما في حاجة اسمها تشهد بعد ثلاث ركعات في الفراض الفريضة لا. إما عندك واحد من اثنين إما تصلي ركعتين وتجلس للتشهد وتأتي بثالثة أو تصلي ركعة ما أنت حضرت مع الإمام مش كده باقي لك ثلاثة الثلاثة دي عندك واحد من اثنين إما تصلي ركعتين بعد ما سلم الإمام تقوم تجيب ركعة ثانية تجلس للتشهد تجيب الركعة الأخيرة تجلس للتشهد تسلم. دي طريقة. أو تجيب ركعة تجلس للتشهد تجيب ركعتين
تسلم، عندك واحد من الاثنين ديل. سجود السهو فيه تشهد ام لا؟ خلاف بين الفقهاء في مذهب مالك رحمه الله تعالى، فيه تشهد. سجود السهو فيه تشهد عند مالك رحمه الله تعالى. والحقيقة الاحاديث التي وردت ما ورد فيها التشهد، يعني ورد فسلم، وان كان بعضهم قال لان اصلا التشهد ياتي بعد السجود، والله تعالى اعلم. اقول الامر واسع في ذلك يا اخوان، اذا تشهد فخير وله السلف، واذا ما تشهد فخير وله السلف بعد سجود السهو اذا عمل تشهد. بعضهم فرق بين القبلي والبعدي، فقال البعدي في تشهد بعده، والقبلي ما فيه تشهد، يكفي عنه التشهد الذي كان قبل السجود. وبعضهم جعل مطلقا فيه تشهد، بعضهم جعل مطلقا ما فيه تشهد، الامر واسع ان شاء الله. معتز من السجانه قال الانسان يصلي في نافله، جاء واحد دخل معه بنيه الفرض، يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل؟ على الصحيح يجوز، هذا مذهب مذهب الشافعية والحنابلة في رواية، وهي اختيار ابن تيمية، وعليه الفتوى عند علماء الحنابلة. الحنابلة عندهم رواية ثانية تتفق مع المالكية والحنفية. المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة لا يجيزون صلاة المفترض خلف المتنفل، والله تعالى أعلم. يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والدلالة على ذلك فعل معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، نسأل الله أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات، ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد قباء، ونسأل الله أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات. الصلاة في مسجد قباء تعدي العمر يا أخواننا كاملة، تطهر في بيتي ومات مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، لكن نصلي فيه النافلة إن شاء الله إذا مشينا المدينة، وربنا يودينا ويودينا المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فلأنه الفريضة أولى في المسجد النبوي، لأنه أفضل من ألف صلاة فيما سواه. هذاك اللي قلت لك وقت للنافلة، جيت وقت الضحوية، جيت في أي وقت صليت ما يكون وقت نهي، صلي فيه نافلة أجر عمره كاملة زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فريضة، ويمشي يصلي بين قباء صلاة العشاء، فهو بيكون متنفل وهم بيكونوا مفترضين. فده دليل قاطع وقوي جدا، يعني مع احترام والله ما ذهب له الحنفية والمالكية ورواية الحنابلة، لكن ده دليل قوي في ذلك. كذلك استدل به عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي كان يصلي بأهله في مسجد بني سلمة. مسجد بني سلمة ده المعروف الآن يا إخواننا بمسجد القبلتين في المدينة، فهو ذاته مسجد بني سلمة. فلما بنوا المسجد وقال للنبي عليه الصلاة والسلام عين لنا إمام، قال لهم شوفوا أقرأكم، فوجدوا عمرو بن سلمة كان أكثر واحد حافظ، وكان طفل عمره 7 سنوات، فقالوا الصلاة في حقه نافلة لأنه لسه ما كلفه، وكانوا يصلون خلفه مفترض. دي أيضا دليل. واستدلوا ايضا ببعض صور صلاة الخوف. صلاة الخوف عندها صور كثيرة، من ضمنها احيانا قد يصلي الامام بجماعة صلاة كاملة، ثم دي وجه يعني في اوجه كثيرة، لكن ده وجه ما نقدر نعزله يعني، فيصلي بجماعة مفترضا ثم يصلي بالجماعة الثانية، فيكون في حقه متنفلا في هذه الصورة بالذات، وفي حق الناس اللي وراه مفترضين. فوالله اعلم. طيب يسأل عن يأجوج وماجوج، مر معانا في برنامج مائدة الرحمن حلقات طويلة في قصة يأجوج وماجوج. على كل حال هم يخرجوا في آخر الزمان، وهم من علامات الساعة الكبرى، وورد ذكرهم في الأنبياء وفي الكهف. طيب نحن نأخذ لنا فاصل إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نرجع إن شاء الله. ابقوا معنا، بارك الله فيكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، ومرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ يعقوب، حياك الله يا أخي. عليكم السلام، مرحبا بك والله. الله يحييك يا اخي، اهلا وسهلا يا اخي، مرحبا بك. يا مولانا يا اخي، انا بسال اذا كان واحد اشترى عربيه او مثلا يعني اشترى ارضي او زلزل من الحج او زلزل من السفر، يقوم يعملوه بالبهله ويعطيهم الكرامه. كيف؟ الكرامه؟ زول اشترى عربيه
ولا جاي من السفر ولا من الحج؟ نعم. طيب يعني قوم بالضبط حد جاي يعني. ايوه خير ان شاء الله. سؤال الثاني يا مولانا. ايوه. اذا كان انا داير من دول 200 جنيه رسل لي 220 جنيه هل بعد انا ارجي له 100؟ طبعا اذا كان داير ديال قروزه قام جاي بيحسب ال 200 جنيه ابدا 220، لكن هو حوالي 220. انت داير منه 200 جنيه؟ انا قلت له رسل لي 200 جنيه، هو رسل لي 220. ايوه انت داير منه 200 جنيه دين يعني يرجع عليك ولا دارت تدين يا داب انت؟ يا داب دار الدين. ايوه قام رسل 220 وصلتك 200. ايوه وصلتنا 200. طيب اذا كان انا داير ارسل له مثلا ارسل نفس الطريقه وقال لي ما ترسل لي ادي له زول، طيب مثلا ادي له 220 ولا ادي له 200 بس؟ ايوه. واذا هو جاب طيب ما مثلا يا اخي ما قال لي ما ترسل لي ما في له زول لحد ما اجي انا، طيب اذا كان هو ادي له 220 ولا ادي له 200 بس؟ ايوه. بارك الله فيكم يعقوب عثمان اسحاق كثير العوامر. شكرا يا شيخ يعقوب. مرحبا عليكم السلام. انا مرحبا بك شيخ. اهلا وسهلا. انا معي. مرحبا. يلا انا عندي 3 أيام في رمضان ما صمتهم، ومن ما فطرت في رمضان كده لحد هسه ثاني حملته. كيف؟ ما لسه ما قضيته. يا اختي اقفل التلفزيون معلش يعني. اوكي. طيب. قلت شنو يا اختي؟ قلت لك عندي 3 أيام في رمضان ما قضيته. أيوة. عندك عليك 3 أيام من رمضان الفات. 3 أيام في رمضان الفات. ايوه. ومين ما يعني قصة العيد كده عيد. ايوه. وتاني حملته لحد هسه ما قضيته. الان انت حامل. حامل في الشهر الثامن، وبس برضه السؤال الثاني بتعلق بنفس السؤال، بصلي قاعدة في الصلاة. ايوه ربنا يكتب السلامة ويرزقك الذرية الطيبة. الله يسلمك. شكرا يا اختي. يا شيخ العطا عليكم السلام. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزي خير الجزاء ومن استمع اليك. الله يبارك فيك. دكتور بالنسبة لذبح العقيقة قبل طلوع الشمس. أيوة. تعتبر عقيقة وذبحها في يعني قبل السابعة يعني في اليوم السادس مثلا. كان الحساب خطأ يعني وذبحت في اليوم السادس. أيوة. تعتبر أيضا هذه عقيقة. والسؤال الثالث بالنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حمد العالمين يعني في معجزة الإسراء والمعراج يعني في أثناء ما رأى يعني أقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، ف يعني على ماذا تدل هذه يعني يخمشون بها الوجوه والصدور وهؤلاء الأقوام يعني ماذا يعني ماذا تعني هذه يعني؟ أرجو أن توضح لنا ذلك وجزاك الله خير إحسان وبارك الله فيك. شكرا. يا أخي محمد الأمين إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله رب العالمين. يديك العافية يا أخي ويتم عافيتك يا أخي. الله يعافيك يا أخي. أهلا وسهلا يا أخي. يا أخي عندنا سؤال كده محل نقاش يا أخي. كلمة سيد، كلمة سيد بتطلق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سيادة الله سبحانه وتعالى. أيوة. نعم. طيب يديك العافية. الله يعافيك يا أخي. شكرا لك. شكرا. شكرا أيها الأخوة والأخوات، ونستعين بالله سبحانه وتعالى بحول الله وقوتي وعوني وتوفيقي وإذني ومشيئتي إن شاء الله تعالى في الإجابة على الأسئلة. ونبدأ مستعينين بالله بالأخ معتز من السجانة، عنده سؤال. قال تخصيص شهر رجب بالصيام وتخصيص 27، هو الحقيقة صيام رجب خلاف بين الفقهاء في فضلية صيامه. حقيقة بعض الناس أنكر تخصيص رجب بالصيام إنكارا شديدا، وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، ومن أهل المذاهب هذا مذهب الحنابلة، فيشدد جدا في تخصيص رجب بالصيام ويعتبروه من المنكرات، يعني إنه إنسان يخصص رجب بالصيام يعتبروه من المنكرات، وبيستدل بأنه هذا كان فعل الجاهلية وهذا قاله ابن عمر وما الصحابة ما خالفوه في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب
تخصيص رجب بالصيام استحبه بعض أهل العلم، بل أكثر كثير من أهل العلم، معليش يعني الحق يقال، لكن استحبه كثير من أهل العلم ونص على ذلك المالكية. مش المالكية، مالك نفسه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، يحبذ صيام رجب وتخصيص رجب كذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صم من الأشهر الحرم، ورجب من الأشهر الحرم، فإذا قال في ميزة في صيام الحرم. ويستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أنه صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس كثيرا. قال: إذا ما الجامع بين رجب ورمضان إلا الصيام. ده كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وده مذهب المالكية. وكذلك كثير من الشافعية انتصروا لذلك، وعلى رأسهم الغزالي، وهؤلاء بل قالوا من المستحب جدا صيام رجب وشعبان ورمضان الثلاثة شهور. وكذلك ممن قال استحباب صيامه بعض الحنفية، والله تعالى أعلم هذا الذي يرجح، والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صم الأشهر الحرم، ما احترام ذاك القول. أما يا إخواننا مسألة خلاف معتبر كبير زي ده، ناس يعنفوا على الناس اللي بيصوموا ويبدعوهم، يا أخ ما صح كده يا إخواننا، والله الله المستعان يا أخ، الله المستعان. يعني ممكن الواحد يمسك له رأي واحد ولا يلقى له مذهب واحد وما يشوف أدلة الناس التانيين وأقوالهم والسلف، ولا ونحن نقول الكتاب والسنة بفهم السلف وننسف الأقوال دي، يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك من قال باستحباب صوم رجب، والله عنده أدلته، عنده سنده، عنده أحاديثه، وعنده سلفه. أما تخصيص 27 بالذات فهذا ما ورد، يعني يخصص 27 رجب بالذات كده، ده ما ورد يا إخواننا، ولا يعني هو قول من أقوال كثيرة إنه الإسراء والمعراج كانت في 27 رجب، قول واحد من أقوال كثيرة جدا. فعلى كل حال الإنسان إذا صام في رجب ما يسر له الله فيثاب إن شاء الله ويؤجر على ذلك، والله أعلم. الأخت الكريمة بتسأل بالنسبة للتسويق، هو بيسموه التسويق الشبكي، لكن التسمية الصحيحة الهرمي. ما التسويق الشبكي ده كثير جدا، كثير جدا الناس يتعاملوا بالنت في بيع وشراء كثيرة خالص، يعني فيها الحلال وفيها الحرام وفيها ما في إشكال دي. لكن الصورة اللي قالتها الأخت اللي هو التسويق الهرمي، فالفتاوى من مجامع الفقه في العالم الإسلامي على تحريمها، يعني سبحان الله، إلا دار الفتية المصرية وكثير من العلماء في مصر أفتوا بتحريم ذلك. أما مجمع فقه معتبر كده قال بجواز، لا معلش، بعض الناس اجتهادات من هنا ومن هنا أفتوا، لكن المجامع الفقهية المعتمدة المعتبرة في العالم الإسلامي كلهم أفتوا بتحريم ذلك، وهذا هو الصحيح. والناس لو رجعوا لها في موقع الإسلام اليوم إن شاء الله تعالى يجدوا تفصيل طيب في المسألة. أخونا طارق من الأبيض يسأل عن رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية، الأولى نقول نصرانية مش مسيحية، ده الأولى، الاسم جاء في القرآن والسنة. فرجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية وماتت والجنين في بطنها، هل تدفن في مقابر المسلمين؟ لا، ما تدفن في مقابر المسلمين، والجنين إن شاء الله ما يضير إنه دفن في مقابر النصارى، ما يضيره، وما يضير الجنين إنه أمه قبرها حفرة من حفر النار وهو يكون في روضة من رياض الجنة، ما يضيره ذلك شيء إن شاء الله تعالى. قول الله جل في علاه سبحانه وتعالى: فاضرب بعصاك البحر فانفلق، أمر الله تعالى لموسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، انفلق يعني الشقة، وأسلك لهم طريقا في البحر يبسا، مش انشقة، هو البحر لو نقفنا الموية فيه كلها سحبناه هيبقى طين، لا ده بقى يابس، معجزة. أسلك طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا لا يدركك فرعون ولا تخشى الغرق. وإن شاء الله نلقى فرصة أوسع في تفسيرها بإذن الله إن شاء الله. أخونا محمد من الدامر يسأل بالنسبة لكفارة اليمين، كفارة اليمين ربنا سبحانه وتعالى ذكرها تفصيلا في القرآن الكريم: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وجبة مشبعة لعشر أشخاص، 10 أشخاص رجال نسوان كبار صغار، 10 أشخاص وجبة مشبعة من غالب القوت، ملاحات الغداء حقتنا دي، فول مصلح، حاجة تشبع الناس،
10 اشخاص. طيب، او الوجبة ذاتها ممكن تكون الشخص الواحد حوالي كيلو الا ربع اذا قلنا بالموزون، واذا قلنا بالمكيل الربع بيقضي 6 اشخاص. دي الوجبة المشبعة من اوسط ما تطعمون اهليكم، او كسوتهم، كسوة 10 مساكين، الكسوة اللي بتجزي في الصلاة، تستر عورة الرجل في الصلاة ولا عورة المرأة في الصلاة، او تحرير رقبة. ده ما قدرنا عليه وننتقل لصيام 3 ايام. اخونا يعقوب اسحاق من كتير العوامرة يسأل، قال واحد عمل كرامة، اشترى له عربية جديدة، بنى له بيت جديد، اشترى له بيت، ولد ونجح، عملوا له عملية مرق منها، كان عنده مشكلة تحل منها بالسلامة، خير وبركة يا أخي، إطعام طعام، هي الذبيحة لله سبحانه وتعالى. واحد قال، واحد أفتى لهم قال لهم إذا جاك ضيف وضبحت له تكون أشركت بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام ما صح. فدي كرامة، زول جا من الحج زي ما هو قال، جا من سفر، أي حاجة فرحته، عمل كرامة وسلامة إن شاء الله. ما قدر يطبح اللي عمل له بليلة، كويس، خير وبركة، ماله يوزع على الناس، يلقى جور إطعام الطعام، يفرح ويفرح ولاداته، ما في حاجة إن شاء الله. طيب، قال السؤال ده هو الحقيقة اجتهادي، الله أعلم، يعني واحد هو داير، قال لي داير لي قروش، داير كم؟ داير 200 جنيه، حول له 220 جنيه، وصلته هناك 200، لما نرجعها قال أنا أرجعها كم؟ على الراجح الله أعلم، ترجعها 220. ما هو في النهاية دفع 220، والعشرين الراحت دي راحت من أجلك أنت عشان تصلك، ما هو فلذلك رجعت له رصيد تحول 220 يصلوا 200. حولت قال لك لما تحول لي رصيد أدي له في يدي كده، أدي له في يده 220 زي ما هو دفع 220، التقبيل كان ال 220 تشوف لك طريقة غير الرصيد، الله أعلم، لكن ده الظاهر، علم عند الله. واختنا ام محمد من الجزيره كانت عليها 3 ايام من رمضان الفات وفي بقت حامل، وان شاء الله ربنا يتم لك السلامه ويرزقك الذريه الصالحه، تقضيها قدام ان شاء الله، ما 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 في حرج تاخرها بسبب الحمل، لكن لقدام باذن الله تعالى مع رمضان الجاي، ربنا يبلغنا رمضان، غالبا يمكن ما تصومي ان شاء الله بالسلامه، بعد ذاك تشوفي رمضان الجاي ومعه الثلاثه ديك تقضيها لقدام ان شاء الله، ربنا ييسر. اخونا العطا يوسف من المناقل، طيب قال في ذبح العقيقة قبل الشمس ممكن؟ اي ممكن ان شاء الله تعالى ذبحها يعني من طلوع الفجر ممكن، واذا ذبحها بالليل ممكن، والاولى ما يذبحها بالليل كما قال المالكية، لكن اذا ذبحها بالليل ممكن ان شاء الله، واذا ذبحها في السادس ممكن، لكن خلاف السنة، الابرك انه يذبحها من السابع بعد السابع على 14 بعد ال 14 21. العقيقة قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح في صحيح الجامع، العقيقة للسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ذبح قبالة ولا بعادة زي ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود في أحكام المولود كله صحيح إن شاء الله تعالى. طيب، يسأل عن ما ورد في النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقوام عندهم أظفار من نحاس ومن حديد، نسأل الله السلامة والعافية، يقرض وجوههم، يقرض صدورهم، وتقرض شفاهم بمقاريض، نسأل الله العافية. ورد الذين يقرضوا الوجوه والصدور، هؤلاء الذين يغتابون الناس والعياذ بالله تعالى، والذين يقرضوا شفاهم ورد أنهم خطباء الفتنة، يعني يسعوا الفتنة ويهيجوا الحروب بين الناس، ورد إنه الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. أخونا فتح الرحمن من شندي قال، تناقش بعض الناس إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي ما أعرف، في أشياء كده الناس يتناقشوا فيها سبحان الله. وطبعا يا إخواننا في مسألة، أولا العبادات التوقيفية يعني الأذان، الأذان إجماعا ما ممكن أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن محمد رسول الله. الإقامة التوقيفية، بل إذا كان المؤذن بيقول مثلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، دي زيادة في الأذان لابد أن تتدخل فيها السلطات، ده ما محلها هنا. التشهد في الصلاة كذلك، الصلاة الإبراهيمية في التشهد في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية في صلاة الجنازة،
أما ما عدا ذلك هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بعدين لفظ السيد لغير الله وردت يا أخي سبحان الله في القرآن الكريم، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام ده نبي من أنبياء، خليك من نبي من أنبياء الله. ألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا سيدها لدى الباب، حضر ربنا سبحانه وتعالى قال كده. فكلمة السيد للمخلوق واردة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا للمنافق سيد، فإن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم. إذا المنافق ما نقول له سيد، إذا المؤمن سيد سبحان الله، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا ما قلت ذلك عشان أفاخر، لا، فأنا قلت ذلك عشان ربنا أمرني أقول ذلك. فهو سيد، سيد الأول. فسيد سيد الناس هو أعظم الناس، سيد الاستغفار أفضل الاستغفار، يوم الجمعة سيد الأيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأيام يعني سيد الأيام، يوم الجمعة سيد الأيام، وعندنا سيد الاستغفار، فسيد أعظم. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعظمنا صلى الله عليه وسلم، وأقربنا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله وأحب العباد إلى الله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أيها الأخوة والأخوات، لكم جزيل الشكر لاختياركم لقناتكم ومتابعتكم، شكرا لاختيار إذاعة طيبة، تقبلوا التحايا من الفريق العامل في إذاعة طيبة وفي قناة طيبة، وأشركون في دعواتكم الصالحات، وجديد اللقاء إن شاء الله وبإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية بنك درمان الوطني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.